تعالى الذي أعاننا وقوانا بعد ساعات سأنطلق إلى صعيد مصر كي نوزع في أقاصي أقاصي الصعيد. وطول رمضان ليس عندنا راحة، والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فسهوت، وإني على الصراط ما زغت. إنني أفرح جدا بهذه اللمة إن صح التعبير، فإنها معبرة عن التآخي في الإسلام، عن التكافل وليس التكاسل، عن التكافل وليس التكاسل. عندما نأتي هنا لكي نرى هؤلاء الناس الطيبين وسط هذه الأفواج الطيبة المباركة، لابد أن نرحب بكم، فأنتم أصحاب الفضل علينا. نحن عشنا لخدمتكم ونسعى لخدمتكم ونقوم على خدمتكم. إن الله تعالى كلفنا أن نخدمكم وأن نساعدكم وأن نسعدكم وأن نأخذ بأيديكم، فأنتم أصحاب فضل على المجتمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إنه يوم طيب كريم مبارك وسط هذه الأفواج الكادحة، وسط هذه القلوب التعبانة التي جاءت هنا لكي تروي عطشا، لكي تسعد ونسعد معها يدا بيد، كتفا بكتف، لسان بلسان، لسان الحال ولسان المقال. من أسعد الناس أسعده الله، ومن أعان الناس أعانه الله. قال رسول الله والله في عون العبد، نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إنها إخوة الإسلام وإخوة الإيمان التي نعيش لها ونحيا بها عبر عمر طويل مديد من العطاء النافع المفيد. إذا ما رأيت الدنيا فرحة حولك لابد أن تفرح مع الفارحين وتنتعش مع المنتعشين، وتقول بلسان حالك ومقالك: الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. إن شاء الله تعالى إن طال بنا الزمان وجمعنا المكان ويأتي العون من الرحمن، بعد شهر من الآن سنزوج 400 عروسة يتيمة، 400 عروسة يتيمة. هذه الأوراق كلها عبارة عن عرسان أيتام، أنت سلمتها اليوم، وعندما كنت في الجامعة اليوم تسلمت 20 عروسة يتيمة. السماء تمطر علينا أوراق عرسان أيتام، محتاجين جبال من ذهب، لكي نعين الناس وكي نغيث الناس وكي نروي الأرض العطشانة. العمل الخيري ليس أحلاما، أو طموحات، أو أن الإنسان يمصمص في شفتيه الرائعتين، لا، لازم تحمل هم غيرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. ما استحق الحياة، من عاش لنفسه فقط. أيها الأحباب الكرام، هذا يوم تعاشة، هذا يوم أمل. يا صانع الأمل،
بالقول والعمل كم تساوي كرتونة رمضان، ليس في قيمتها المادية، فإنها حتى لو كانت من ذهب فإنها لا تساوي شيئا بجوار حاجتكم. كم تساوي من حيث العطف، من حيث الحنان، من حيث الطبطبة على الناس، من حيث ان الناس تحس ان حد بيفكر فيها، ان حد شايل همها، ان حد بيعيش لخدمتهم. هذا اكبر جهاد على وجه الارض. الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. أهدهد النفس بالآمال أرقبها، أهدهد النفس بالآمال أرقبها، أهدهد النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الفرج، ما أضيق العيش لولا فسحة الفتح. اللهم افتح لنا ولكم ألف 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 باب من أبواب الفرج. لا أظن المشهد غريبا عليكم أو على مشاهدينا الآن عبر الدنيا كلها، إنه مشهد متكرر. في العام الماضي كنت في ألمانيا، وعندما عدت نزلت من الطائرة، تاني يوم كنت في صعيد مصر، وثالث يوم في المنوفية، ثم الشرقية، ثم 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 ثم. لابد أن تمطر السماء إحسانا، لابد أن تمطر السماء إحسانا، وأن تنبع الأرض خيرات حتى يفرح الناس. هؤلاء الناس لابد أن يفرحوا، وجب علينا إفراحهم، وجب علينا إسعادهم. إذا لم نفرحكم ونسعدكم سنؤخذ بالنواصي والأقدام. إذا لم نفرح هؤلاء ونسعد هؤلاء ونعمر بيوتهم بالسعد والهناء والكراتين والبطاطين والأجهزة سنحاسب حسابا عسيرا. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. أظن المكان الآن واسعا جميلا، أظن المكان الآن يناسب هذا الحدث الكبير. كنا في ضيق فجئنا إلى سعة وفرج. لا بد أن تقول بلسان حالك ولسان مقالك الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. والمعاني عندي كثيرة جميلة، والسادة الأعضاء يحبون الكلام، سنستمع إليهم بين فينة وفينة أثناء التوزيع. ولا بد أن تقول
نجئ.